مساء الخير مشاهدينا الكرام، مساء الخير على جميع مشاهدي قناة الرشيد في كل مكان. كما عودناكم في كل سبت الساعة 7 مساء نكون معاكم مع ساعة تلفزيونية في برنامج أطباء على الهواء. أنا اليوم وياكم دكتورة سجى طارق الخطاط، وحيكون معانا زميلنا الدكتور محمد كامل الربيعي، لأنه مع الأسف زميلنا دكتور هيثم العبيدي اعتذر اليوم لظرف طارئ عن تقديم الحلقة. فمشكورا دكتور محمد حيكون معانا، وكما عودناكم أيضا الحلقة اليوم من إعداد دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة، ونشكرهم أيضا ونشكر قناة الرشيد على هذه الفرصة لإعداد البرنامج. دكتور محمد الربيعي ويانا اليوم. شكرا جزيلا دكتورة. مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج أطباء على الهواء كما عودناكم كل أسبوع يوم السبت. وإن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتناول بعض المواضيع الصحية والبيئية، وكذلك الهم الكبير الآن في كل دول العالم وفي العراق خصوصا موضوع كورونا وبعض المواضيع الصحية. خلال هذه الفترة سوف نستقبل اتصالاتكم وكذلك بعض المداخلات والتقارير الطبية والبيئية. معكم الدكتور محمد كامل جاسم الربيعي مع الدكتورة سجى. اهلا بك دكتور ويانا اليوم. شكرا. دكتور انا عندي موضوع مهم اريدك تشرح لنا عليه وحتى نحكي به، اللي هو السلاله الجديده. يعني شاغل هذا الموضوع العالم في كل مكان، هي كورونا شاغله العالم صار لها سنه، بس السلاله الجديده فتشي نريد نعرف العالم شنو هي، شنو اللي خطير بيها او اللي نخاف منه. نعم، موضوع السلاله الجديده واللي هو يعتبر تحور جديد في الفيروسات. الفيروسات بشكل عام هي لا تكون ثابتة، وإنما تتعرض إلى الكثير من التحورات والتغيرات في التسلسل الجيني لهذه الفيروسات. وهذا الشيء هو لا يعتبر، يعني خل نقول مثلا مصطلح أفضل، هو يعتبر فاريانت، يعني خل نقول نسخة جديدة. هي ليست يعني بفيروس مختلف، فيروس جديد، وإنما هو يعني نفس الفيروس ولكن مع تغيرات بسيطة في هذه الفيروس. طبعا أنا بدي نختصر الموضوع تكون صورة واضحة. هو فيروس كورونا يتكون من العديد من البروتينات. البروتين الوحيد اللي حصل به التغيير هو البروتين S اللي هو الأشواك الخارجية للفيروس. هذه التغييرات في الفيروس جعلت الصفات إلى أن يكون مختلفة عن السلالات الأخرى، منها سرعة الانتشار والقابلية على العدوى. ولكن بشكل عام أغلب الأعراض بقت تقريبا هي نفس الأعراض، اللي هي مثلا ارتفاع درجات الحرارة، يعني الأعراض الأخرى منها ضيق بالتنفس، ولكن بشكل عام اكتسب صفة مهمة اللي هي سرعة الانتشار وسرعة العدوى، حتى يكيف نفسه أنه ينتشر أكثر أو يبقى يعني. بالضبط. أما من ناحية هذا، من ناحية الأعراض والعلامات. من ناحية التشخيص، اليوم الكثير من الأخبار والكثير من الشكوك تدور حول قدرة المختبرات على تشخيص السلالة الجديدة. هل المختبرات التي تقوم بإجراء المسحات قادرة على إجراء الفحوصات وقادرة على اكتشاف المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد في هذه السلالة الجديدة وغيرها من السلالات؟ الجواب نعم، قادرة هذه المختبرات على كشف المصابين بفيروس كورونا بالسلالة الجديدة مثل ما يطلق عليها وأي سلالة أخرى. وأما تشخيص نوع السلالة هو فقط يكون صعب، ولكن هل هي المختبرات قادرة على الاكتشاف؟ نعم، هذه المختبرات قادرة، والمسحات أيضا التي تجرى هي قادرة على اكتشاف كل المرضى المصابين في السلالة الجديدة أو في السلالات السابقة. والعلاج هذا من ناحية التحاليل والفحوصات. من ناحية العلاج أيضا هي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في السلالات القديمة، هي يتم استخدامها في هذه السلالة الجديدة. فلهذا السبب نحاول أنه نرسم صورة واضحة للأخوة المشاهدين، فإنه الاختلاف الوحيد هو يكون سرعة الانتشار والقابلية على العدوى الشديدة الأسرع. نعم تمام.
طبعا يعني معلومات جدا جميلة، ومثل ما أنت ذكرت أعزائنا المشاهدين، مثل ما ذكر زميلي دكتور محمد، أنه المختبرات قادرة على اكتشاف العدوى بفيروس كورونا أيا كانت السلالة اللي موجودة. تفريق السلالات هذا يحتاج تسلسل جيني ويحتاج مختبرات متطورة ومتقدمة، ومثل ما عرفنا يمكن حاليا أكو مختبرين يتهيئون لهذا العمل حتى يكونون مراكز رئيسية بالعراق للتفريق بين السلالات. احنا حتى عادة بالطب من ندرس دكتور، أنا أتذكر يعني دائما من ندرس هاي المواضيع، أنه يعني التعرف على السلالات يكون أكثر لأغراض ممكن بحثية تكون، لأنه تفريق بين السلالات يكون للأمور البحثية أو للأمور التوثيقية، بينما مثل ما ذكرت أنت أنه الدواء نفسه يعمل عليها، التشخيص هو بنفس الكتات. طبعا يعني ننتقل لموضوع آخر ننطي حقه أيضا. خلال الأسبوع الماضي تحديد يوم الاثنين، قام النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ حسن الكعبي باستقبال دائرة التوعية والإعلام البيئي والفريق الإعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة والبيئة في مجلس النواب. وأيضا خلال هذا اللقاء دعا السيد الكعبي لإعداد مشروع إصلاحي لتحسين الوضع البيئي في العراق برعاية مجلس النواب. أيضا دعا وسائل الإعلام الإسهام الفاعل بتعميق الوعي البيئي والصحي لأنه يمثل سلامة الإنسان العراقي. طبعا يعني إحدى من المواضيع اللي كانت مهمة جدا خلال هذا الاجتماع أنه دور الفريق الإعلامي الطبي الساند، ودور أيضا دائرة التوعية والإعلام البيئي في الإعلام الطبي لجائحة كورونا خلال هذه الأزمة اللي فاتت، وكيف كان دور فعال ودور وسائل الإعلام كان أيضا دور فعال وكان جدا مهم خلال هذه الجائحة، حيث تم تعريف الناس من خلال فعاليات جدا كثيرة من ضمنها الفيديوهات التوعوية، الحملات التوعوية، الفرق الساندة، الفرق الجوالة، هذه كلها تم مناقشتها من خلال هذا الاجتماع. ايضا يعني حد يعني خلينا نقول واحده من الامور المهمه اللي تم مناقشتها يعني بصوره مفصله هي تعميق الوعي البيئي والصحي لانه يمثل سلامه الانسان العراقي. احنا حيكون ويانا اليوم عبر الاتصال الهاتفي استاذ امير علي الحسون، مدير عام دائره التوعيه والاعلام البيئي، حتى يحكي لنا بتفاصيل اكثر عن هذه المبادره اللي كانت من مجلس النواب ايضا ومن دائره التوعيه والاعلام البيئي. يا ريت الكنترول ينطوني خبر اذا الاتصال جاهز. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا استاذ امير. اهلا بك ورسجان، تحياتي لحضرتك وزميلي دكتور محمد. تحياتنا لك وشرفتنا اليوم بهذا الاتصال الهاتفي. يعني شرفني ان احضر معكم واشارك. تسلم استاذ امير، الله يخليك. الجميل والمفيد للمواطن العراقي، وشكرا لقناه الرشيد، هي سباقه في خدمه العراقيين في كل مجالات الحياه. استاذ امير، اذا تتكلم لنا عن المواضيع اللي طرحت خلال هذا اللقاء المهم. بصراحة يعني كانت دعوة من سيادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ الفاضل حسن الكعبي للفريق الإعلامي والكوادر العليا لدائرة التوعية والإعلام في مقر البرلمان العراقي. هذا الرجل له اهتمام كبير بكل مفردات عمل الوزارة. عملته منذ بداية فترة جائحة كورونا، ووجدته يعني يتفاعل بكل تفاصيل العمل ساعيا هو وجميع وكل العاملين في لجنة الصحة والبيئة، واللجنة التي كانت مشكلة برئاسته لمواجهة الجائحة، وأيضا كوادر الوزارة كان يعمل بكل تفصيلات وكان خير العون إلى وزارة الصحة والبيئة. ومن ضمن الأمور التي كان يعيننا فيها الأستاذ حسن هو تعميق الوعي، خاصة أن مواجهة جائحة كورونا من أهم الأمور التي يعني توادر بها الوزارة، هو تعميق الوعي في مواجهة الجائحة ومواجهة كورونا. وهذه الاستضافة كانت شيء من التشجيع والدعم المعنوي، وأيضا
حرص السيد النائب الأول لمجلس النواب على الاهتمام أيضا بتعميق الوعي البيئي، باعتبار أن تحسين الوضع البيئي في الحياة العراقية وفي المجتمع العراقي ينطلق أيضا من تعزيز الوعي. نعم أستاذ أمير، طبعا يعني إحنا واحدة من الأمور يمكن اللي ما كنا نعرفها هي تفاصيل اللي ذكرتها حضرتك بدعم السيد حسن الكعبي لكل هذه الأمور في خلال الجائحة يمكن واحتمال حتى قبلها. إذا ممكن يعني أهم مخرجات الاجتماع اللي حصل، أو يعني الاجتماع هذا شنو كانت أهم الأشياء اللي طرحت به أو قررت؟ السيد الكعبي يعي تماما كل عمل توعوي خاصة فيما يخص الجائحة، وأيضا الوعي الصحي. نحتاج إلى وعي صحي متكامل، ليس في موضوع جائحة كورونا وحسب، ولكن نحن نحتاج إلى توعية كبيرة في كل الأمراض التي تخص الإنسان العراقي، إضافة للتوعية البيئية. وهو كان على علم واطلاع أنه السيد وزير الصحة والبيئة دكتور حسن محمد التميمي أيضا أطلق مبادرة لتعزيز التوعية، وقام بمأسسة الفريق الإعلامي الطبي ودعم دائرة التوعية والإعلام وقسم الإعلام ودائرة الصحة العامة، كلها ستعمل ضمن فريق موحد يعمل على مضاعفة برامج التوعية من الإعلانات ومن البرامج ومن الفيديوهات، وكل من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال الفضائيات، من خلال البيانات، كل مفردات العمل الإعلامي ستكون وبدأت مهيئة لترسيخها إلى وصول رسالات إعلامية وتوعية المواطنين. الرجل كان داعيا بشكل رسمي إلى وسائل الإعلام يعني الرسمية، يعني شبكة الإعلام العراقية، الفضائيات العراقية، دعاهم بروح الأخوة، بروح الوطنية، أن تضاعف دعمها إلى دائرة التوعية والإعلام والفريق الإعلامي البيئي، كما هو الرشيد حاليا تتعامل معنا بشكل متألق ومتميز. وأيضا كان هناك توصية إلى رئاسة الوزراء أن تتولى لجنة الصحة، اللجنة العليا للسلامة الوطنية، أن تشرك. واحدة من أهدافه هو الوضع البيئي في العراق خاصة، ونحن نعاني بين الحين والآخر، لا سيما في أيام الصيف حصول إصابات مرضية من أمراض مختلفة بسبب شحة المياه وحدوث حالات تلوث المياه والتربة. صحيح. أستاذ أمير، تحية لجنابك الكريم. تحياتي لك دكتور محمد. الله يخليك. سؤال، إذا يعني ما هي تحركات يعني الناتجة عن هذه الزيارة، وتحركات أو يعني ماذا كان يعني أبرز مستجداتها بخصوص البيئة، وتحركات يعني مجلس النواب بخصوص البيئة وليست يعني مثلا بخصوص الصحة، باعتبار أن وزارة الصحة هي وزارة صحة وبيئة في نفس الوقت، فما هو سوف يكون تعاون والتحرك أو أبرز الاستعدادات أو التعاون بين مجلس النواب والوزارة؟ من الايجابي جدا ان تشترك المؤسسه التنفيذيه مع المؤسسه التشريعيه الرقابيه في يعني في بناء واحد وفي جبهه واحده للعمل في خدمه المواطن العراقي. نجاح وزاره الصحه والبيئه بطول عمل مشترك ما بينها وما بين المؤسسه التشريعيه والمؤسسه الرقابيه بكل لجان مجلس النواب العراقي، بصراحه كان له يعني اثر ايجابي كبير، وهناك تعاشق كبير ما بين البرلمان ووزارة الصحة والبيئة. حتى السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي يعني طالما يعني يؤكد أن نشارك هذه الجهة أي المؤسسة المهمة، وأيضا نلقى منهم ترحاب كبير في هذه الشراكة. هذه تسهم في تسهيل كثير من القضايا التنفيذية، من القضايا التشريعية، من القضايا الإدارية، وهم جادون بصراحة. يعني السيد نائب الأول لمجلس النواب و السيد رئيس لجنه الصحه والبيئه وكل اللجان وكل اعضاء مجلس النواب هم داعمين بشكل حقيقي الى وزاره الصحه والبيئه ولمعالي الوزير وكل كوادر الجيش الابيض. معالي الوزير اعتبر ان انطلاق الوزاره في تعميق الوعي الصحي بجائحه كورونا هي انطلاقه فكريه توعويه لكل مفردات الوزاره الصحيه البيئيه. الوضع المقبل لإعلام وزارة الصحة والبيئة سيشهد عمل منظم، عمل مكثف، جهد مكثف،
سنشرك كل الطاقات الطبية والاختصاصية في الصحة والبيئة، سنشرك الأطباء الاستشاريين في كل أنواع الأمراض، الكل سيحضر معنا، الكل سيشارك معنا في مفردات التوعية، تعزيز التوعية الصحية، تعزيز التوعية البيئية حتى لها أثر كبير في تقليل عدد الأمراض ومن يراجع المستشفيات الصحية، وأيضا تقليل إنفاق الدولة على كثير من الخدمات، منها أكيد الأموال التي تصرف على إن شاء الله. أكيد، شكرا جزيلا أستاذ أمير علي الحسون. إحنا نشكر يعني قبولك اتصالنا ونشكر استضافتك بهذا البرنامج وبحلقتنا اليوم. نعرف إنه حضرتك جدا مشغول، فيعني نحب نشكرك على مداخلتك وعلى المعلومات القيمة. أشكركم، نشكرك الشكر الجزيل. ويعني من البرنامج أيضا نحب نشكر الأستاذ حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب على استضافته وعلى دعمه المتواصل والمستمر، ونتمنى أيضا أنه يبقى هذا التواصل ويتعمق حتى والتعاون أيضا بين مجلس النواب ودعم وزارة الصحة والبيئة، نتمنى يعني يتعمق هذا التواصل والدعم وحتى نوصل ببيئة وصحة أحسن لجميع المواطنين في كل مكان. فاصل ونرجع وياكم. رجعنا مرة ثانية مشاهدينا الكرام، راح يكون معنا اليوم مثل ما بلغناكم في بداية الحلقة مواضيع مختلفة ومتنوعة، وإحدى هذه المواضيع راح يتحدث عنها اليوم زميلي دكتور محمد كامل، موضوع جدا مهم. اليوم راح نتحدث عن موضوع هو استخدام الكورتيزونات اللي هي يعني متوفرة وممكن تداولها بالصيدليات، واللي يكون أحد أبرز هذه الكورتيزونات المستخدمة، يعني هي مجموعة أدوية، أحد أبرز هذه الأدوية المستخدمة هو ما يطلق عليه يعني عرفا بين يعني أفراد المجتمع بالدكسن، والأمثلة الأخرى يعني الأدوية الأخرى اللي تعمل بنفس عمل ووظيفة الدكسن. بعض الأحيان ومثل ما تعرفون يعني الأشخاص بالمجتمع قليل، يعني قسم من اللي تكون بنيته نحيفة يلجأ إلى استخدام الدكسن وبعض الأدوية مثل التي يعني يستفادون من آثارها الجانبية في أن يكون في مظهر نوعا ما يعني أسمن من يعني الشكل اللي كان هو بي نحيف، يعني يحاول أنه مثلا قسم من الأشخاص مثلا يعني يأكل يريد يسمن ولكن ما عنده هذا القدرة فيبقى يكون نحيف. كثير من الأحيان نجدها يعني بالفتيات وبالفتيان اللي هو المراهقين أو الأكبر، يعني من المراهقين وأعمار في بداية العشرينات يحاول أنه أو الفتاة تحاول أنه تبدو في مظهر يعني مو يعني جدا ضعيفة، تريد شوية تسمن. طبعا تبدي تستخدم الدكسن وال يعني بعض الأدوية اللي تشبهها استخدام خاطئ. شنو مضار هذا اللي يسمونه الهيدرو الكورتيزونات عفوا، شنو مضار الكورتيزونات؟ طبعا هو بالبداية هذا التأثير الجانبي إله، يعني هو مو الفعل الحقيقي. الفعل الحقيقي هو الكورتيزونات تستخدم في علاج الكثير من الأمراض في جسم الإنسان، تأثيرها الجانبي هو يسبب يعني مثل السمن نوعا ما، فيستخدموها استخدام خاطئ في أن يستفادون من هذا الضرر يعني التأثير الجانبي فيبدي يسمن الشخص. من أضرارها الجانبية الكثيرة هي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم، وقد يعني يكون بشكل مستمر هو يعني أن يكون ويا مرض السكر المزمن، فرح يصير يعني المريض بسكر وضغط. وكذلك مثل ما لاحظنا في كثير من العيادات الاستشارية وخصوصا باعتبار يعني احنا قسمنا قسم الكسور، يجون كثير من المراجعين من يستخدمون لفترات طويلة الكورتيزونات وخصوصا الدكسن وأمثاله، يصير عندهم تموت في العظام وخصوصا اللي شفناه في عظم الورك في الحوض، فنلجأ في المراحل المتقدمة إلى عمليات، قد نلجأ إلى عمليات منها عمليات تبديل مفصل الورك. طبعا هنا ندعو الأهل إلى الانتباه إلى بناتهم وأبنائهم خصوصا في فترة المراهقة وحتى الفترة يعني بداية العشرينات، وحتى وإن كانت يعني هدف الأم أو الأب أنه ابنه ضعيف أو بنته يحاول أنه يكسب بعض الوزن أن ما يستخدم الدكسن وهذه الكورتيزونات باستخدام
غير صحيح، استخدام خاطئ اللي راح تأثر على كثير من المضاعفات مثل ما ذكرنا، الضغط، السكري، تموت العظام ومنها رأس عظم الفخذ واللي لا سامح الله قد يعني يدمر حياة البشر ويوصل إلى مرحلة تبديل مفصل. نعم. المفاصل. نعم دكتور، يمكن واحدة أيضا من المضار القطع المفاجئ لهذه الأدوية ممكن. نعم. يسوي خلل في الغدة اللي تفرز الكورتيزونات بالجسم. بالضبط. يعني مشاهدينا الكرام، هي استعمالها راح يسبب توقف الغدة اللي تفرز هذه الكورتيزونات بالجسم باعتبار احنا دا ناخذها من خلينا نقول مصدر خارجي، فالقطع المفاجئ لها وتوقف هذه الغدة عن العمل يسبب مشاكل كثيرة قد تصل ممكن الى فشل عدة أجهزة بالجسم وممكن ايضا الى الوفاة، فهذه اشياء جدا مهمة وهي من ضمنها يمكن هي احدى مكونات ايضا ابرة الخبط اللي يستعملوها الناس طبعا. فهذا شيء جدا مهم انه احنا ما نستعمل هذه الامور بدون استشاره طبيب ونعرف وش وقت ناخذها وش وقت ممكن نتوقف عنها، لان هذه تسبب ممكن انتهاء حياه او تسبب خلينا نقول خساره لاهلنا ولشبابنا اللي هم يردون ممكن انه تحت وصفه خاطئه او تحت استشاره خاطئه ممكن يقولوا لهم هذا الشيء. أحب أنوه مشاهدينا الكرام على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة للاتصالات ونستقبل ويانا أول اتصال. رياض من بغداد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا أستاذ رياض. عفوا دكتورة، أنا بصراحة أحب أشكركم على هذا البرنامج جد فرصة للمتخصصين أن يتعرفون على المشاكل وعلاجات بعض الأمراض وخاصة الوقاية من فيروس كورونا. أحب صراحة أسأل على موضوع الفيروس المستجد اللي بنسمع عنه هذه الفترة إنه راح يجينا فيروس جديد وهذا يختلف، أكو إجراءات وقائية ممكن نتخذها أو ممكن نعمل معين حتى نتوقع من هذا الفيروس الجديد؟ أخ رياض نشكر متابعتك لنا ونشكر كلماتك الجميلة، يعني إحنا دا نحاول ما بوسعنا حتى نزيد التوعية بالمجال الطبي والبيئي لكل الناس ولكل متابعينا ومتابعي قناة الرشيد. بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، طبعا بالتفصيل قبل قليل زميلي دكتور محمد تكلم عنها بصورة مفصلة، بس أنطيك أهم الأشياء. هي حالها حال السلالات القديمة، بس إذا أنت كنت مصاب في السلالة القديمة ممكن أنه تعدي 4 أشخاص، حاليا إذا بالسلالة الجديدة ممكن تعدي 6 أشخاص، يعني هي أسرع بنقل العدوى، فأكيد لازم أنه نلتزم بالإجراءات الوقائية، ولازم حضرتك وأهلك وجميع يعني جميع محبيك وجميع الناس اللي تعرفهم توعيهم بهذا الموضوع كونك أنت بادرت حتى تسأل عن الالتزام وكيف يكون. فنفس الالتزام أنه تباعد الجسماني، ألبس الكمامة، أغسل إيدي مرارا وتكرارا بالماء والصابون، هذه الأشياء ما تأخذ من عندي هواية بس راح تقيك وتقي عائلتك من الإصابة ومن نقل العدوى أيضا. فإحنا نشكرك على اتصالك أخ رياض. دكتور يمكن نكمل ويانا. نعم. فيديو أو الملاحظة فقط يعني على اتصال الأخ، وأنا حي على هذه الالتفاتة اللطيفة. هناك بعض الإجراءات الإجراءات الاحترازية اللي يعني هي هو حتى إجراءات هي عقلانية، بما أنه عند سرعة انتشار عالية جدا لهذا الفيروس فلازم تكون هناك إجراءات توازي سرعة الانتشار. مثل ما تذكرون حضراتكم كثير من الدول أعلنت حظر التجوال عند بدء انتشار سلالة فيروس كورونا في المراحل الأولية في عام 2020 شهر الثالث والرابع والخامس. بدأت كثير من الدول في إعلان حظر التجوال في تقييد الحركة. عند انخفاض أعداد الإصابات رجعت حركة الطيران بين الدول ورجعت يعني الحياة الطبيعية في كثير من الدول. اليوم الإجراءات الاحترازية ومثل ما ذكر الأخ شنو الفرق، هنا راح تكون إجراءات مشددة أكثر باعتبار أنه الفيروس عنده قابلية على الانتشار أقوى، فلهذا السبب لازم تكون القرارات أقوى وأشد بين الدول. واليوم مثل ما شفنا بالعراق كان تقريبا منع فقط لثمانية دول، اليوم صار تقريبا المنع بحدود 20 دولة، السفر 20 دولة. وفي نفس الوقت دول العالم بدأت تحظر السفر فيما بينهم
كل دولة فيما بينها للدولة الأخرى. أكيد أكيد طبعاً. نعم. هذه يعني أشياء مهمة أنه تتخذ ودائماً يكونون على اطلاع بها وعلى يعني متابعة مستمرة للتحديث. يعني أنه 20 دولة حالياً أكيد إحنا نمنع السفر لها، ذلك منعاً لدخول السلالة الجديدة، أو نعمل ما بوسعنا إحنا. نعم. يعني وإحنا أيضاً دنوعي الناس ودنعمل ما بوسعنا، ونتمنى من الناس في الشارع وفي كل مكان وفي كل المدن العراقية أنه أيضاً يعملون ما في وسعهم حتى يحافظون على هذه الأعداد القليلة وأعداد الوفيات القليلة اللي إحنا واصلينها، واللي نعتبر حاليا يمكن من أحسن الدول في السيطرة على كورونا. طبعا ويانا فيديو من يعني عفوا ويانا اتصال أول مرة. نعم اتصال محمد. نعم ألو محمد، تفضل محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقدر أحكي ويا الدكتورة ودكتورة؟ تفضل حبيبي، الدكتورة تسمعك، تفضل. تسمعني؟ إي نعم تفضل. نصف التلفزيون يعني لو شلون؟ لا لا نسمعك نسمعك. اثنيننا نسمعك. العفو دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. دكتورنا أنا مريض، عندي سكر. صار تقريبا 10 سنوات. إذا تقدر شوية تنصي التلفزيون. صار. كله تنصي. يلا هاي نهايته. ممنونين. ايه صار 10 سنوات. فصار عندي ضعف بس برجلي ويدي. تمام، سؤالك شنو استاذ محمد؟ انا عندي سكر صار 10 سنوات. اي صار عندك ضعف. صار عندي ضعف بس برجلي بالاطراف وبدي بس. تمام. اي فسؤالك شنو هذا؟ ها ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك؟ عمري 42. نعم هاي انت وقعت هاي يمي، هاي شغله الكسور هاي. تمام. السكر انت مسيطر عليه دائما؟ قراءاتك زينه؟ التراكمي عندك زين؟ والله دكتوره دائما هو يصير 200 190 200 190، يعني مو. والتراكمي عندك زين؟ يعني التراكمي اول مره كان عندي طلع 11 وبعدين هسه 6. هسه 6. ما عندك اي امراض بالعمود الفقري بالفقرات؟ لا لا ما عندي. وزنك يعني خوما سمين؟ لا لا انا وزني هسه 82. زين ان شاء الله راح نجاوبك عن طريق البرنامج. شكرا لاتصالك. ويانا ام سجا من خانقين، اتصال اخر قطع الاتصال. طبعا احنا تكلمنا عن الكورتيزونات كثيرا وشنو مضارها، بس راح ناخذ هذا الكلام مباشرة من اخصائي في هذا الموضوع، دكتور صباح الخطيب اللي هو استشاري في امراض الحساسية والربو. نسمع التقرير ونرجع بعدين معاكم. الكورتيزون طبعا بعد اكتشافه استعمل لإنقاذ حياة كثير من الناس، فهو يستعمل دائما كمراهم للأمراض، أمراض الجلد الخطرة كالصدفية الأكزيما، يستعمل كحقن لعلاج تقرحات الأمعاء. مادة الكورتيزون تدخل في هذه الحقن وشافت الكثير من الناس المصابين بتقرحات الأمعاء. يستعمل في التهاب الأعصاب وفي التهاب الروماتيزمي، ويستعمل كذلك في التهاب عصب الوجه، يستعمل لتخفيف الأعراض عصب التهاب عصب الوجه. الكورتيزون يستعمل لإنقاذ الحياة في حالة ضيق النفس المفاجئ الذي ينتج عن حساسية دوائية أو حساسية غذائية تؤدي إلى غلق مجرى التنفسي. في حالة وجود الكورتيزون يعطى باللحظة الأمبول من الكورتيزون ينقذ حياة الإنسان. إذا استعمل بطريقة علمية صحيحة بفائدة كبيرة جدا لمرضى الحساسية اللي يعانون منها في فصل في المواسم، واللي يعانون من ضيق التنفس. لكنه أكثر أغلب الأحيان يستعمل بطريقة خاطئة، وأغلب الأحيان المريض يروح هو يأخذ الكورتيزون بدون أن وصفه طبية، وهي هاي الحالات اللي دا تسوي إشكالات الحقيقة. شكرا جزيلا. أنا كنت معكم، أنا الدكتور
صباح الخطيب استشاري أمراض الحساسية، والربو استشاري أمراض المناعة السريرية. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام. طبعا احنا نشكر دكتور صباح الخطيب استشاري أمراض الحساسية والربو والمناعة على الفيديو وعلى المعلومات، يعني شقد ما كان الفيديو مختصر بس معلوماته كانت جدا قيمة. احنا ايضا من خلال قناة الرشيد ودائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة، ولمبادرة زيادة التوعية بالمواضيع الطبية والصحية اللي تهم المواطنين العراقيين، ومن خلال برنامج أطباء على الهواء ندعو جميع الاختصاصيين في جميع المجالات الطبية سواء كانوا استشاريين أو ممارسين أو أطباء اختصاص، أنه ممكن أنه دائرة التوعية والإعلام البيئي تبعث لهم فريق إعلامي حتى نصور مثل هذه الفيديوهات، وحتى نستقبل من عندهم استضافات ممكن أنه تهم المواطنين في جميع المواضيع وفي مجالات اختصاصاتهم. ونشكر أيضا مرة ثانية دكتور صباح الخطيب على هذا الفيديو وعلى المعلومات القيمة. نعم دكتورة سجا، عندي تعليق بخصوص الأخ اللي اتصل بينا بخصوص مرض السكري واللي صار عنده ضعف بالأطراف، ولو هو كان يعني مرخصة دكتورة سجا، هو كان السؤال لدكتورة سجا أكيد، ولكن باعتباره يعني هاي صاحب اختصاص وهذا الموضوع الكرة في ملعبك دكتور، بعد صارت ملعبنا مثل ما يقولون. بعض الأحيان مريض السكري وخصوصا، وهذه رسالة لمرضى السكري الذين لا يلتزمون بالعلاج أو قد يتهاونون في العلاج أو لا يلتزمون بالحمية، يعني العلاج هو ترى مو معناته فد شيء نهائي، يعني لازم يعني تلتزم بالحمية، يعني تبدأ النشويات السكريات تقطع عنها نهائيا، ولازم تحافظ على قراءاتك بشكل مستمر. استمرار عدم السيطرة على مرض السكري قد يؤدي إلى تلف الأعصاب في الأطراف الإيدين والرجلين، يعني الأطراف العليا والأطراف السفلى، وهذا قد يسبب ضعف بالتالي، لأن الأعصاب هي المسؤولة عن تزويد الإحساس للأطراف العليا والسفلى، وفي نفس الوقت مسؤولة عن الحركة، فهنا راح يفقد الشخص، يعني مو يفقد وإنما تبدأ تضعف عند الحركة في أطرافه العليا والسفلى، وبنفس الوقت يبدأ يفقد الإحساس، بعضهم قد يبدأ يفقد الإحساس، وهذا سببه هو عدم السيطرة على السكر أو لفترة طويلة. فلهذا السبب نتمنى من كل مرضى السكري ضبط درجات السكر، يعني اليومية يكونون يتابعون تحاليل السكر مالتهم في الأوقات المحددة لهم، الالتزام بالعلاج، ويعني قراءات السكر يكون عنده هذا الجهاز بالبيت، يعني يقرأ بشكل مستمر ايش قد عنده السكر على الاقل يعني 3 مرات يوميا. نعم يفحص. نعم، والقراءات تكون في اوقاتها المعينه اللي هي بعد الاكل بساعتين، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء بساعتين، او قبل الفطور، هي هاي الاوقات المناسبه للقراءات. فاذا متابعه السكر القراءه، ثانيا الضبط العلاج، يعني علاج من يعطوك الأطباء في أوقات معينة تلتزم به، والثالثا هي يعني التزام بالحمية، ضروري أن تلتزمون بالحمية، وإلا هذا راح يكون هو سبب تلف الأعصاب. ويانا اتصال أم سجا من ديالة. ألو مساء الخير. ألو أم سجا، يمكن إذا تطلعين من يم التلفزيون أو تنصي حتى نسمعش. انقطع الاتصال. طبعا يعني هاي الشغله انا ما متفقه وياها لا ويا فريق الاعداد ولا ويا قناه الرشيد. نعم. بس البرنامج عنده صفحه اطباء على الهواء على الفيسبوك، اذا اي احد من المشاهدين، واذا شفنا مشاهدين كثيرين يحبون انه نشرح لهم على مرض السكري او مرض اخر، خلي يذكرونا على صفحه الفيسبوك هذا الموضوع، واحنا على اكثر المواضيع اللي تنطلب ممكن انه نخصص فقرات في الحلقات حتى نتناقش بيها. يعني مثلا المتصل محمد اليوم هو المفروض هذه وحده من اهم الامور اللي يعرفها عن مرض السكري ويتجنبها، خاصه انه هو تقريبا صار له 10 سنين. نعم. يمكن يعني 10 سنين مصاب بالسكري، هذا وقتها انه تبدي تطلع عنده مضاعفات كثيره لا حصر لها ولا عد، وهذه وحده من اخطرها. طبعا يقولون المتصله ام سجا رجعت، فنتامل انه نقدر نحكي. نعم. وياها اليوم ان شاء الله. الو الو مساء الخير. مساء النور. عيني
تفضلي أم سجا نسمعك. بس رحمة بس أسأل دكتور محمد. أي تفضلي يسمعك. أهلا أم سجا. عندي مطافي ظهري كفة 4 فقرات والله. نعم نعم أسمعك أم سجا. عندي 4 فقرات وجسمي كلش تعبان يوجع مو طبيعي وين ما أروح يقولوا لي عملية. نعم. وهاي عندي هاي صفحتي لأنه كلش تعبانة وحتى رجلي خدر مو طبيعي وأصبعي الكبير مع رجلي يعني خدر مو طبيعي. زين انت رحتي يعني راجعتي اطباء اختصاص يعني اختصاص جراحه عصبيه او اختصاص كسور؟ اي والله اي والله ما راجعت لان راح يقولون عمليه. وسويتي رنين يعني انت مسويه رنين ورحتي لهم يعني يعني هذا كان قرارهم بعد ان شافوا الرنين. هسه شنو الاعراض اللي قاعده تصير عندك؟ يصير عندك يعني خدر بالاطراف السفلى؟ اي والله رجلي هاي اليمنى وصبعي خدر مو طبيعي صبعي كبير ما ادري احس بيه. زين بديتي تحسين انه صار اكو ضعف بيها؟ لا والله مو ضعيفة بس وجع مو طبيعي بس وجع وخدر. لمدة ايش قد صار لفترات طويلة؟ والله من زمان راح يصير لي تقريبا 8 سنين. نعم هسه ان شاء الله راح يعني اناقش هذا الموضوع وراح تسمعيه عن طريق التلفزيون ان شاء الله. شكرا للاتصال. بالنسبة للأخت المتصلة عمليات الفقرات، الفقرات تكون مثل يعني ما يعرف الكثير أن هناك فقرات وكو غضروف ما بين الفقرات. هذا الغضروف في بعض الأحيان قد يضغط على العصب اللي هو متعارف عليه بين مجتمعنا بعرق النساء، مصطلح عرق النساء. يعني ما له علاقة النسوان أخاف يعني. لا لا هو اسم العصب هذا. فعرق النساء اللي هو مصطلح متعارف عليه بين أفراد مجتمعنا هو الضغط على الأعصاب. مخارج الاعصاب اللي هي يعني تنزل 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 يعني تنزل للاطراف السفلى واللي هي تزودها وتكون هي السبب بالحركه والسبب بالاحساس. استمرار الضغط على هذه الاعصاب هو شيء غير يعني يعني شيء غير صحي. فاذا صار وصلت الى مرحله الضعف يعني هذه الاخت المتصله اذا بديت تحسين العضلات بدات تضعف صار بها ضعف هذا علامه غير يعني صحيه ويجب ان تتجهين لاجراء العمليه. عمليات فتح الظهر والتثبيت بواسطه البراغي ليست بالخطوره اللي يخوفون الناس قسم من الناس اليوم مجتمعنا نسمعهم يخوفون عمليه فتح ظهر وعمليه فتح ظهر. لا عمليات فتح الظهر بالعراق عمليات ناجحه وموجوده وباعداد عشرات الاشخاص نجري لهم اياها وناجحه وتثبيت حتى اذا في حاله احتياج قد نلجأ إلى التثبيت. الهدف هو أن لا يوصل المريض إلى مراحل الشلل أو فقدان السيطرة على يعني السبيلين. وأهم شيء الالتزام بالتعليمات اللي يقولولها. نعم. يعني قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية يعني أهم شيء الالتزام هذا واحد من أهم أسباب نجاح هذه العمليات. بالضبط. ويانا مشاهدينا الكرام اليوم عندنا تقرير عن يوم البيئة والتقرير جاهز فنشاهد التقرير ونرجع لكم. بمناسبة يوم البيئة العراقي أقيم احتفال على أرض متنزه الزوراء حيث ضم هذا الاحتفال نشاطات وفعاليات متنوعة كان هدفها خلق مجتمع جديد وتعزيز الثقافة البيئية برعاية السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي. تحتفل وزارة الصحة والبيئة اليوم بيوم البيئة العراقي. هذه الاحتفالية ستتضمن فعاليات فنية وثقافية وكثير من الأمور التي تحدث هنا على المسرح وربما في أغلب الحدائق المحيطة في هذا الستيج. ارتعينا أن تحتفل الوزارة مع قطاع مهم في الحياة وفي الحكومة والمجتمع العراقي هو قطاع وزارة التربية التي أبدت تعاون كبير من خلال مديرياتها في بغداد ومديرية النشاط المدرسي. حضور غافر غفير من التلاميذ والأساتذة ينفذون معنا فعاليات فنية وثقافية كثيرة كلها تنبع من أجل ترسيخ المفاهيم البيئية. الاهتمام بالطلبة والتلاميذ باعتبارهم نواة لتحسين المستوى الثقافي وخلق مجتمع جديد يرتقي إلى الاهتمام الواسع والمهم الذي يحتاجه العراق في تعزيز الثقافة البيئية والتي ستسهم
في تحسين الوضع البيئي في العراق. الاحتفال بهذه المناسبة يدل على أهمية القطاع البيئي في العراق والتحديات الكبيرة اللي يواجهها. بالتأكيد تواجهنا تحديات كبيرة في القطاع البيئي، لعل من أهمها ومن أبرزها هو تحدي التلوث البيئي، تلوث الماء والهواء والتربة، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة والإصحاح البيئي ومكافحة التصحر والعواصف الغبارية، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وتحقيق الأمن البيئي في هذا البلد والإدارة السليمة للكيمياويات، برنامج شؤون الألغام، الرقابة الإشعاعية، المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى التوازن الإحيائي. احتفالنا بهذا اليوم هو تذكير بالأهمية الكبيرة لضرورة الحفاظ على البيئة اللي مع الأسف يعتبر الإنسان العابث الأكبر فيها، والتحدي الأكبر اللي تواجه البيئة هي محاولات الإنسان إحداث ضرر كبير بمحيطه وبيئته. أكيد هي رسالة إنسانية قبل أن تكون يعني رسالة اجتماعية أو اقتصادية. الهدف منها كيفية تنشئة جيل جديد في ظل جائحة كورونا أن يلتزم بالوقاية الصحية وبالشروط التي وضعتها وزارة الصحة ووزارة التربية المتمثلة بخلية الأزمة العراقية الوطنية من خلال هذه الفعاليات وغيرها. التوعية تأتي من خلال الإعلام، أيضا دور الإعلام، دور حضراتكم مساهمة قوية جدا في إيصال هذه المعلومة إلى بقاع العالم المختلفة. ومن أجل رسم الضحكة على وجوههم فقد كان للسفير الطفل العراقي حضور في هذا الاحتفال أيضا. اليوم هو يوم البيئة العالمي، وتحتفل وزارة الصحة مع هيئة البيئة وبالتعاون مع وزارة التربية النشاط المدرسي لإحياء هذا الحفل، أيضا لسفارة الطفل العراقي حضور اليوم لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال. هو اليوم هو يوم البيئة، البيئة مسؤولية الجميع، مسؤوليتنا كنا اليوم لنتضافر جميعا من أجل الحفاظ على البيئة و تعاوننا وهي مسؤوليتنا كنا احنا، ليس لفرد واحد. اليوم بهذه المناسبة تم هذا الاحتفال، واليوم راح تشوفون هذا المعارض والاحتفال، هذا المهرجان في متنزه الزوراء، حضورنا ايضا راح تشوفون يرسم الابتسامة على وجوه الاطفال. مشاهد طلابية متعددة حاولوا من خلالها ايصال رسالة للتوعية والالتزام بالاجراءات الوقائية، ولم تقتصر التوعية على مشاهد الطلاب فقط، فقد كان للرسوم الكرتونية نصيب أيضا. نشاط كان ممتع وحلو واستمتعنا به وما شفنا أي خوف. مزين. شنو رأيك بالاحتفال يا مريم؟ كلش حلو كان. حلو عجبتكم؟ أي. مزين. أنتوا إيش كم وحدة جايين هنا؟ إحنا 9. كلكم قدمتوا النشاط سوي؟ اي كنا. زي عن شنو كان يحكي النشاط؟ بس عن كورونا؟ عن شنو يعني بالضبط؟ يعني اللي يحاولون يخربون العراق وانه احنا راح نحميه ونزولهم كلهم. محاربة. اي. اسمي دانيا، من الخامس ابتدائي. اليوم احنا جينا على مود نسوي فعالية الكورونا. دوري اني، الكورونا هي عائلة من هذه الفيروسات تصيب البشر بشكل شائع، ولقد اصبتوا انتم من قبل وشعرتوا بالرشح والسعال وذهبت الأعراض وحدها. فيروس كورونا تحديدا ينتقل عن الرشح والسعال. إذا كنت قلقا تحدث إلى شخص ما لك حول هذا الموضوع، ولكن تستطيع أن تكون بطلا بحماية نفسك. شو اسمك؟ نور الزهراء. نور، شنو قدمتي اليوم؟ قدمنا مال البيئة. شنو كان دارج؟ بالألوان يحاولون تزيين حياتهم، وبالتقاط الصور يوثقون الذكريات. فجيل اليوم يحاول رسم مستقبل يزدهر بالنجاح. من بغداد، حنين أمير، قناة الرشيد. رجعنا وياكم مشاهدين الكرام بعد هذا التقرير اللي كان عن يوم البيئة وبرعاية وزارة الصحة والبيئة، ونحب نشكر وزارة الصحة ووزير الصحة الدكتور حسن التميمي ودائرة التوعية والإعلام البيئي
ودكتور محمد يحب يشكر. طبعا شكر وتقدير الى مديرية تربية الكرخ على هذه الفعالية اللطيفة، والاطفال يعني طريقة كلامهم وطريقة التعليمات يعني انا راح البسك ماما يعني كانت تعليمات لطيفة جدا والفعالية كانت لطيفة، وهي هاي حقيقة الطريقة الصحيحة في تربية الاجيال هو هذا المثال الصحيح. أنا يعني من يمي أحب أشكر الطفلة نور الزهراء على بالضبط. النصيحة الحلوة اللي انطتنا إياها، يعني إحنا هنا كنا يعني متشوقين نسمع اللي دا تقوله وكلش حبينا اللي قالته. حشت اليوم يا تربية الأطفال الصحيحة. هذه الصحيحة طبعا أكيد، وإن شاء الله نتمنى أنه كل أطفالنا يتربون على هذه التربية الصحيحة القويمة. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم للأسف، وأكيد ننتظركم على الحلقات القادمة كل سبت الساعة 7 مساء، وأكيد حنستقبل اتصالاتكم، وأيضا في موجود أيضا رقم المناشدات للحالات الطبية المستعصية اللي احنا يمكن ما ذكرناه هواية اليوم، بس موجود الرقم ومفتوح ونستقبل اتصالاتكم عليه ومناشداتكم. وأيضا ننتظركم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة، وأكيد أكيد انتظرونا. تحية، وللأسف يعني خلاص وقت البرنامج، وإلى اللقاء في الحلقات المقبلة إن شاء الله.